نكملوا اليوم، نكملوا المواضيع نتاع المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت وين وقفنا؟ نانت في النور. لا أخذنا حاجة بعدها. Don't care. Don't care. شنو أخذنا؟ Don't care. ما شنو قلنا على don't care؟ امتى تصير don't care هذه؟ امتى تصير don't care؟ ها لما يبدا الكود عندي ما تستعملوش فيها هذه الامتحان. بالضبط، ممتاز. فات في حتى 8 4 2 8 4 3 2 1 بالضبط. ايه، فكيف يبدا الادخال؟ مستحيل يجي. يعني مرات انت تعرف المنظومه نتاعك، مثلا المنظومه نتاعك عباره عن مجموعه من الحاجات، وتعرف ان مثلا المنظومه نتاعك عباره عن مجموعه من الحاجات ما هي، وتعرف ان المنظومه هذه مثلا في مدخل، في مخرجات مستحيل تطلعها. ما هي في مخرجات مستحيل تطلعها. ف الهدايا كيف تجي تصمه المدخلات، المخرجات اللي مستحيل تطلع من اللي قبله تعتبرها دونت كير، لان هي شني مش مهمه، لان هي زي ما نقول مش حتطلع من اللي قبلها. فبالنسبه لك انت كمدخل مش مهم. شو معناه مش مهم؟ معناه في التصميم بتاعك، ما هي في كيف تجي عملية تبسيط هذاك ال don't care، ممكن تعتبره واحد ممكن تعتبره صفر. شو الفائدة إنه ممكن تعتبره واحد ممكن تعتبره صفر؟ يبسط. الدالة متاعك حتكون أبسط. ما هي محاضرة فاتت خدينا جهاز يزبط هل البي سي دي متاعك اللي خش هل هو أكبر من 5 ولا أصغر من 5، وشبحنا الفرق في الإخراج. ما هي لو بناخذ مثال ثاني ونشبحه حتى هو الفرق في الإخراج. ما هي عندك الدالة هي F of W X Y Z تساوي 1 3 7 11 15. وبالتالي عندك don't care. ما هي don't care of w x y z تساوي 0 و2 و5. ما هي هاي، خلينا نشوفوا الكارنوف ماب بتاعنا. قداش كبر الكارنوف ماب؟ 16. بالضبط. عندنا W X Y Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0. ما خلي نحط الوحدات متاعنا. هاي 0 ما فيش شيء ولا 0 شو نفسنا؟ don't care. ما 0 1 2 don't care. 3 1 4 ما فيش اللي هي 0 5 don't care. 6 7 1 8 9 ما فيش، خلينا نقلب. 9 ما فيش، 10 ما فيش، 11 1 12
صفر 13 صفر 14 صفر 15 واحد. كويس. تمام. تو خلي كيف نحله؟ نجربه في الأول باستعمال الواحدات بدون الدونت كير، بعد ثاني نجربه استعمال الواحدات بالدونت كير، بعد ثاني استعمال الصفار بدون دونت كير، واستعمال الصفار بدونت كير. ما هاي تو بدون دونت كير شن تطلع المعادلة متاعنا؟ هل عندنا أربعة؟ عندنا أربعة اللي هم هذا. هذه شنو؟ واي زد. ما شن تاني؟ عندنا أربعة تانيات. عشان زوز دبليو داش اكس داش معها زد. دبليو داش اكس داش معها زد. با هذا بدون دونت كير. لو عندنا دونت كير شو ممكن يتغير؟ عندك هما الزوز، ما هي يا اما تاخذ هما الاربعه مع بعضهم او تاخذ الاربعه هما مع بعض، ما هي معناها شني هي؟ عندك خيارين. هذه شني without don't care، هذه من غير don't care. بح. لو بالdon't care عندنا خيارين، هي ال y z قاعدة معنا، أتاري يا إما w dash x dash z هي راحت، أو w dash زد. لا فيش واي داش. يا اما دبليو داش معناها يا اما تتنحى هي يا اما تتنحى الاكس، يا اما زد يا اما الاكس تتنحى. هاي فتلاحظوا شني اختصرت علينا. هنا بدل ما يبدا عندك بوابه فصلها ثلاثه يبدا عندك بوابه فصلها اثنين. كويس. هدية with don't care. ما تنجولي حالة الصفر. صفر توا نديروها من غير don't care. هل في صفر توا عندنا أربعات واضح، هل في صفر عند مربع واحد بس متاع أربعة؟ هذا هل عنده خيارات غير هي؟ ها؟ معناه هذا شنو؟ هذا essential prime implicant. أنا هذا لازم ديرو. كويس. حتى هذا هنا حتى هذا لازم. وقعدنا هذا يناري حتى هو أربعة. بالضبط. عنصر تاخذي أكثر مرة مش مشكلة. مهم عنصر ما يقعدش بروحه. ما أوبنا. في الحالة هي تو متاع الصفر تو هذه جهة الصفر. هاي نجولي هدايا الأول هذه إكس داش
لأن نقلبه إحنا تو صفر واحد واحد صفر وهدايا زائد زد. ما هذا الحد الأول. الحد الثاني المربع هذا هدايا W داش زائد Y. والحد الثالث احنا درنا هذا وهذا مازلنا هذا W داش زائد زد. هذا شني؟ هذا من غير don't care. لا تو نبو مع don't care. ها خلينا نمسحه تو. باي ما هنا هل عندنا 8؟ عندنا 8 انما هادو هيك ومعاهم الاربعه هادو. طب 8 قداش عنصر في وسطها؟ عنصر واحد اللي هو زد 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 بالضبط. هنا عندكم زد ما شو مازلنا صفار؟ هادو الزوز تاخذ اربع بالضبط تاخذ اربع مع بعض. وهذه شنو هي؟ هذه دبليو داش زائد واي. اللي هي تشبه الحالة الثانية مش هي. كان توزع زد تولي دبليو داش زد واي زد. باهي حطوا في عين الاعتبار باهي تو في من ناحية الصورة النهائية لو ما عندكش دونت كير ما فيش فرق بين الصفار والواحدات، سواء خذيتها صفار سواء خذيتها واحدات في الأخير الزوز يطلعوا نفس الكبر. لكن في الدونت كير لا، مرات الدونت كير يمشي مع الواحدات ومرات الدونت كير يمشي مع الصفار. هنا يعني صدفة ان في الحالتين طلعوا نفس الحجم لكن مرات لا. ما هي فمرات كيف يبدأ عندك دالة دونت كير، مرة تجرب الصفار ومرة تجرب بالواحدات وتشبه أما هي اللي أصغر. ما هي هل عادة دونت كير هي الأصغر؟ شنو هي؟ لما تكتب دونت كير عادة هي الأصغر؟ لا دونت كيف يبدأ تو احنا نقارنوا بين لو تاخذ صفار ولو تاخذ واحدات. لو عندك دونت كير لازم تكون أصغر من أو تساوي الحالة العادية. يعني ليه مخدر دونت كير اللي تبي اصغر حاجه؟ ايه بالضبط. اما هي هذه ايه الاكس ما فيش داعي تاخذها، ما فيش داعي تاخذها، ممكن تساعدك باش تاخذ الصفر لكن هي بحد ذاتها مش مهمه. فهمتها؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو هي؟ لو عندك مازال صفار يستحقوا اخذ تقدر تاخذها معاهم، لكن هي بحد ذاتها مش يعني مش شرط تغطيهم كلهم الاكسات، كان فضلوا مش مشكله. فهمتها؟ ما كويس. تو نزيد وناخذوا امثله ثانيه على الدونت كير بعد هذه. غير بنتكلموا عليه الاكس اور فانكشن. ما هي تو نتكلموا على موضوع جديد اللي هو
الاكس اور فانكشن. وكيف يبدا شكلها في الكي ماب؟ ما اول حاجه قبل ما نبدا اكس اكس اور واي عباره عن شنو؟ اكس داش واي صحيح، اكس واي داش بالضبط. ما علاش بنتكلموا على الاكس اور هنا؟ ما هي لان كيف تجيك اكس اور فصل كي ما بتلقى ان ما تقدرش تختصر ولا حاجه. ما هي ففي اللحظه هذيك تعرف انك انت عشان تتعامل مع الاكس اور. ما خلي نجو في حاله ال تو فاريبل كي ماب. ما هي هنا عندك اكس واي 0 1 0 1. ما هنا عندك اكس داش واي هنا بواحد واكس واي داش اكس واي داش. شن تلاحظوا فصل الكي ماب نتاعنا؟ هل تقدر تاخذ اي حاجه؟ تقدرش تاخذ اي حاجه. كيف توصل كيف تلقاها بالصوره هذه؟ اضبط ان هي اكس اور، هذه في حاله اثنين. ما هي لو كان في حاله الثلاثه عندك اكس اكس اور واي اكس اور زد، هاي هذه كيف نختصرها؟ ما هي في الاول نفتحه هي وبعتالي هذه ما اكس داش واي زائد اكس واي داش اكس اور زد، هذه تساوي زد زد في هذه كلها داش ما هي زائد هذه كلها اضربها في زد داش. ما هذه سهلة نوزعها، هذه نوزع النفي قبل، هذه شو متولي هنا اكس داش واي نفي مضروبة في اكس نفي، هذه زائد اكس داش واي زد داش، هذه امورها طيبة اكس واي داش زد زد داش. هيا نزيد نوزعها، زد مضروبة في واي داش واي ترجعهم بعتالي في الأخير. أنا نقول خلي نوزع هذه زد عندك اكس في اكس اكس في اكس داش صفر، ما هي اكس في اكس داش هذه صفر، اكس في واي ما هي واي داش اكس داش زائد واي ما عندك هذه تمشي صفر وهذه تمشي صفر، شنو يفضل لك؟ اكس واي زد زائد اكس داش واي داش زد زائد اكس داش واي زد داش زائد اكس واي داش زد داش. تمام خلينا نشوفها هذه هي فصل الكي ماب شن شكلها. اكس واي زد. عليكم السلام ورحمة الله.
صفر واحد صفر 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 واحد 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 صفر ما عندنا متاع الواحد واحد واحد لا هي صفر مش خلنا نبدأ بالوحدة أن هذه واحد 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 هذه صفر صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر صفر شن تلاحظوا فكيف تجيكم كيما بالصورة هذه ما فيهاش أي اختصارات بكل تعرف إن هي شني إكس آر ما هي وكان أجتكم هيك إكس نور بالضبط لي عكسها ما هي ما توا بالنسبة للإكس أور في الحالتين في زوز متغيرات صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد ما هي إكس أور واي هذه صفر واحد واحد صفر هنا صفر واحد واحد صفر كيف تبدأ ثلاثة متغيرات ممكن تبدأ تلخبط شوية فهي شنو تدير ذات الإكس أور كأنها تشبح هل عدد الواحدات فردي ما هي فلو كان عدد الواحدات فردي هي تطلع لك واحد ولو كان عدد الواحدات زوجي تطلع لك صفر بالضبط شنو هي بالضبط الإكس نور هذيك زوجي اهي الإكس أور هذه شنو هذه إكس أور قداش عدد الواحدات هنا فرد بالضبط إكس نور عكسها زوجي حتى الصفر يعتبر فيه زوجي بالضبط كويس لا اصبر شوي ما هي تو ناخذ شويه خصائص على الاكس اور ما هي تو نجي للنقطه واحده من الخصائص النقطه اللي قلتها انت ما نجور خصائص الإكس أور عندك لو عندك متغير ودرت له إكس أور مع صفر شن يطلع ترى نخمو فيها هذه شوية لو أنت عندك متغير المتغير هو عنده حالتين صفر وواحد ودرت له إكس أور مع صفر ما صفر إكس صفر وصفر شنو يطلع الإكس أور صفر وصفر واحد واحد شنو طلعت إكس باهي نفس الإكس ما عندك لو أخذت حاجة ودرت لها إكس أور مع صفر شنو تطلع لك صفر ما ولو عندك حاجة ودرت لها الإكس أور مع الواحد هنشوفه ها نمس نديره هنا واحد وهنا واحد هنا صفر واحد 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 صفر شن تلاحظوا إكس داش بالضبط تساوي إكس داش ما نجولي إكس إكس أور إكس
صفر بالضبط. لأن شني يبدأ هنا عندك صفر وصفر صفر، واحد واحد صفر، أي آخر واحدة x x or x داش هذه واحد. ما عندكم ال x or يمشي فيها خاصية التوزيع، يعني لو كان عندك x x or y x or z هذه تساوي x x or y x or z، وهي نفسها تساوي x x or y x or z. طبعا حتى الحالة الثالثة تمشي اللي هي y x or x x or z، يعني الترتيب مش مهم. على عكس، على عكس شني؟ على عكس الناند والنور. ما هي ادبالكم من هذه؟ لو كان عندك x هدية ناند نور 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 في الحالتين يعني هم مش متساويات الناند ما هي هادو مش متساويات هادو رد بالكم منها مش متساويات خلينا نديروها ما هديه حتكون خلينا نديروها اند ما هي لان اسهل في التعامل والنور نفس القصه هذه شو بتكون؟ هذه x y كل داش وهذه شني؟ x ناند y z لكل داش تنوزع الداش هي x داش or y داش هذه x y داش or z داش تو نفكوا الناند هي هذه حتولي x داش or y داش z لكل داش باي وجهة الثانية x في y داش z داش لكل داش نوزع z نتولي x داش z زائد y داش z كل داش تساوي x y داش زائد x z داش نوزع الداشات شن تولي x زائد z داش مضروبه في y زائد z داش تساوي x داش زائد y x داش زائد z. هل متساويات؟ لا مش متساويات. ما هي فرد بالكم في الإكس أور التوزيع مسموح، لكن في الناند والنور الزوز توزيع زي ما تقول يعني يعني هي مش هي نفسها مختلفة. إكس نور إكس نور مفروض زي الإكس أور ما هي مفروض، لكن مش متأكد يعني. لا
عندك لو جاك رمز هيك اكس واي زد، هنا شو المفهوم؟ شو المفهوم هنا؟ الثلاثة مضروبات بعضهم لكل نفي. اي وبعتالي ما تقدرش تدير هادو بروحهم ولا هادو بروحهم لانها مش نفسها. ركزوا فيها، في الناند والنور ما تقدرش تديروها متاع نفكوا هادو بروحهم ولا نفكوا هادو بروحهم، لازم تفكهم ثلاثة مع بعض. تمام. ناخذ مثال على كيما. اوكي كويس. با هنا سؤال سؤال باهين، قال لك هنا الصفر في الغالب في الكمبيوتر عنده رينج معين من الجهد، والواحد عنده رينج معين من الجهد. قال لك الدونت كير شن قصتها هذه؟ هل لها تمثيل معين؟ لا ترى لا. دونت كير ممكن تكون واحد ممكن تكون صفر. دونت كير مش عبارة عن حالة فصل الكمبيوتر. دونت كير هي حالة في التصميم، حالة في التصميم. انت كيف جيت تصمم نقول ان الدخل هذا مش حيجيني، فهذه حاجة تساعدك في التصميم، لكن هي مش موجودة كحالة فصل الكمبيوتر. اهي فهمتها، مش عارف واضحة ولا لا. يعني هي نفسها don't care، مرة تكون صفر ومرة تكون واحد بالضبط. don't care انت تحددها في التصميم تاعك كبواب. ما 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 يبيك تحط الدالة هي في أبسط صورة. هاي خلينا ندير الكي ماب بتاعنا. هنا عندك W X Y Z.
صفر 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 واحد 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 صفر 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 واحد 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 صفر. هاي خنجو نشوفه صفر مش موجود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مش موجودة، ستة مش موجودة، سبعة موجودة، ثمانية موجودة، تسعة مش موجودة، عشرة مش موجودة، 11 موجودة، 12 13 14 غير السؤال في نص 14 15 ما تو كيف بتجيب تستعمل كلمة زي هذه؟ هل تقدر تختصر حاجة؟ ما كيف ما تقدرش تختصر ولا حاجة؟ هذه ايش انت تعرفها؟ يا اما اكس اور يا اما اكس نور. كيف تعرفها؟ لو عدد الوحيدات فردي او زوجي. ما هنا هي واحد كيف عدد الوحيدات فردي، معناها هي عبارة عن اكس اور ولا اكس نور؟ اكس اور معناها جي مباشرة. مش نقول قول F تساوي W XOR X XOR Y XOR Z. ما هي واضحة؟ تو هنا الـ XOR متاع أربع عناصر، الـ XORات التانيات كيف يجوا؟ يا أما يعني كلهم على صورة شطرنج، يا اما هادو الأربعة وهادو الأربعة. يا اما هيك تقام تو انا نضلل في الواحدات تلقاها ديما واحدة بواحدة هي. او تلقاها هيك كيف تبدأ هيك، تبدأ صورة الواحدات والأصفار هيك شكلها أضبط، وإن فيها إكس أور في اللابدة. بالضبط بالضبط صحيح. نعم بالضبط، كان يولوا كلهم واحدات، هما كلهم واحدات والواحدات يولوا كلهم صفار، تولي اكس نور. وكيف تكتبها؟ تشبه العنصر متاعها، ما هي اشبه متاع صفار مثلا. ما هي كان متاع صفار صفر معناه شني؟ هذه تعد في الفردي، معناه شني؟ اكس اور. لو كان واحد معناه تعد في الزوجي. هاي واي اكس اور زد، وش نقولها؟ داش. كويس تمام. ما في بالصورة هذه نكون احنا كملنا الباب الثالث. ما هي اللي حديد توا؟ ما هي كل زي ما نقول شو نديروا حديد توا؟ كل كيف نحلوا دوال بصفة عامة من هنا وماشي غادي في المادة. شو نبدو؟ نبدو عندنا أجهزة معينة في دماغنا ونبو نصممها. يعني شني تقول من هنا وماشي غادي كل حاجات احنا بنعودها، يعني كلها بنستعمل كيماب جبر بوليني واحد ودونت كير واحد، كلها نبدو يبدا اجهزه معينه في دماغنا ونبدا نصنعه، اجهزه معينه في دماغ، جهاز معين ونصممه، جهاز معين ونصممه، وهكذا. ما هي في الباب الثالث
كل خاش ما عدا فقرة 3.7 و 3.9 أهما الزوز مش خاشة. طيب نبدأ في الباب الرابع إن شاء الله اللي يتكلم على شنو؟ يتكلم عليه الـ Combinational Circuits. شنو هي الـ Combinational Circuits؟ ما هي؟ هو عبارة عن دوائر كهربية ولا أجهزة، هذه إيش يقولها Combinational Circuit، تأخذ مجموعة من المدخلات المنطقية وتطلع مجموعة من المخرجات المنطقية. باهي، وإحنا في الباب هدايا بناخذ مجموعة من الكومبينيشن سيركتس ونصممها. باهي، أول كومبينيشن سيركت ناخذها اللي هو كود كونفرتر. شنو هو الكود كونفرتر؟ مثلا انت لو مخزن عند لو في شخص باهي يمثل في الارقام العشريه باستخدام واحده من الكودات، شنو هم الكودات اللي يمثل في الارقام العشريه؟ مثلا بي سي دي، بي سي دي، ما شن تاني؟ 8 4 -2 -1، ما شن تاني؟ 2 4 2 1 اكسس 3 جري، مش متاع عشري، 6 3 1 1 كويس. ما هي تنبو مثلا وازو زوز، هاي وازي واحد مدخل واحد مخرج، هاي واز بي سي دي لي هاي 3 6 1 1. ما هي ولا باش ما تبداش سهلة نفوت البي سي دي، بي سي دي تكون سهلة. ما اكسس 3 با كويس، اكسس 3 في شخص عنده جهاز والناتج متاعه شنو يمثل فيه؟ يمثل فيه بالاكسس 3. ما هي وانت عندك جهاز مصمم انه هو يخدم عليه 6 3 1 1. تو انت شنو تبي تصمم جهاز باستعمال البوابات المنطقيه ياخذ لك الاكسس 3 وشني ويطلع لك 6 3 1 1. شو الخطوات اللي واحد يديرها؟ فهي أول حاجة يعرف عدد المدخلات وعدد المخرجات. في الحالة متاعتنا هنا قداش عدد مدخلات وعدد مخرجات؟ 9 10. قداش حق متغير منطقي باش تمثل الرقم؟ 4. وقداش حق متغير باش تمثل؟ 4. معناه هنا عندنا 4 مدخلات 4 مخرجات. شنو تجي؟ تجي دير تروث تيبل،
ما هي شنو هي تروث تيبل؟ على حسب عدد المدخلات متاعك. هنا معناها عندنا دبليو اعتقد نديروها غادي لانها حتكون كبيره. ما عندنا دبليو اكس واي زد، هذه المدخلات متاعك، والمخرجات متاعنا نسموهم مثلا اي بي سي دي. هذا شني؟ هذا الاوتبوت، وهذا الانبوت. تجي في الانبوت تعبيه زي ما هو، زي ما نعرفه من قبل، صفر 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 صفر، هذا الخط للتسهيل بس، صفر 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 صفر، واحد 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 واحد، واحد 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 واحد، والإكس صفر 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 صفر، واحد 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 واحد، صفر 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 صفر، واحد 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 واحد، صفر صفر واحد واحد، صفر صفر واحد واحد، صفر صفر واحد واحد، صفر صفر واحد واحد، آخر واحدة صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد، صفر واحد صفر واحد واحد صفر واحد. كويس. تو تجي تفكر في التصميم تاعك. تو احنا كل كود في الاكسس 3 بنشوفه شني قابله في 6 3 1 1. صفر 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 هل هو موجود في الاكسس 3؟ لا. هنا شنو يجي في الاوتبوت؟ هنا دير دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير. علاش؟ لان هذا مستحيل يجيك كمدخل. انت ها ما فيش. بالنسبه لهذه دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير، وهي دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير. هذا شني؟ هذا موجود، اللي هو شني؟ اللي هو صفر. با صفر. الصفر كيف يمثلوا فيه في الستة ثلاثة واحد واحد؟ صفر 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 صفر. فشن تقول؟ لو جتني صفر صفر واحد واحد نبي الاوتبوت متاعي شني؟ صفر 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 صفر، واللي بعدها هذا شني في الاكسس 3؟ هذا هي واحد. وشن شكل واحد في الستة ثلاثة واحد واحد؟ عنده حلين. تو بنوازي واحدة. ندير صفر 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 واحد. طبعا هنا عندنا حلينا زصه، سواء درت الواحد هنا ولا الواحد هنا زصه. خلينا نحطوا الويتس فوق باش هنا سته ثلاثه واحد واحد. ما توا هذه اثنين اثنين كيف توا؟ صفر صفر واحد واحد. كويس. اللي بعدها بالضبط صفر واحد صفر صفر، واللي بعدها يا حلين حتى هي باش نكونوا زي الفوقيه، نديروا صفر واحد صفر واحد. هذه هي تو خلاص واضحه، هذه ما عادش نكتبوها ولا ما. اللي بعدها خمسه اللي هي صفر واحد واحد واحد، واللي بعدها واحد صفر صفر صفر، ستة سبعة ثمانية تسعة
عشرة عشرة مفيش عشرة مفيش باقي دونت كير في خانة في العشري عشرة هيك فيش آخر حاجة تسعة هنا عندك دونت كير 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 تمام هذه تعتبر أهم خطوة ما هي هذه أهم خطوة وغالبا هذه اللي يصير فيها الخطأ ما هي ما شنو هي الخطوة اللي بعدها تجي كل مخرج وتطلع وتبسط المعادلة متاعها تو احنا عندنا تروت تيبل ونبغى نحطه الدالة متاعتنا في أبسط صورة شنو نستعمله كي ماب بالضبط فقداش عندنا كي ماب توا أربع كيمات عندك الـ A بديرها كيمات والـ B ديرها كيمات والـ C ديرها كيمات والـ D ديرها كيمات وبالتالي آخر خطوة بعد ما تطلع المعادلات كلهم ترسمها الدارة متاعك ما هي ما نجولي أول كيمات متاع الـ A هذه A كيمات عندك W X Y Z أي صفر 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 واحد 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 صفر 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 واحد 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 صفر أي خلنا نبدأ نعبوه ما don't care don't care don't care صفر 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 ما صفر واحد 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 أتاري واحد don't care don't care don't care هاي كيف نختصرها هذه مزعجة شنية ايه الصف ناخده هيك بعتالي هادو اربعة حتى هما بعتالي هادو اربعة ما معناها عندك الاف تساوي W X زائد W Z زائد W Y تمام هذه هذه مش ال F هذه هذه A هذه أول واحدة ما نجولي البي كيماب W X Y Z هاي تملوا عليا don't care don't care don't care ما ما عندك هدية أربعة
هذه هي 4 وهما زوز شنية؟ تيجي تخدمها بالسفارة تيجي تخدمها بالسفارة ما هي؟ لو يبيها أبسط صورة معناها في كل كيما بتشوف سفارة واحدة لكن احنا مش أبسط يعني باهي معقول نص نص وين 8 متاع سفارة ولا؟ ايه جي 8 متاع سفارة اللي هي كأنها دبليو كأنها خذت دبليو عامل مشترك ما هي البي شو تساوي البي هذه اكس واي وهذه دبليو واي داش زد داش هذه البي نجو للسي ها سي كيما هاي قولوا لي صفر واحد واحد صفر اوكي هذه مع اللي فوق مع فوق هيك وهذه هيك لا فيش 4 في الوسط باي هي كان جدة هي دونت كير الله خدينا حوش لكن يلا هاي سي شو نساوي سي تو اكس داش واي داش زد داش زائد اكس واي داش زد اكس واي داش زد W Y Z W Y Z هاي آخر كلمة به هذه D K map هنا W X Y Z صفر 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 واحد واحد ها في 8 ما فيش ما هذا اسينشن ولا هذا اسينشن هذا لازم نحطه ما هذا هل عنده 4 هذا ما عندهاش 4 هذا اسينشن ما هذا يلا هاي
الدي الأربعة اللي في الحواشي x داش z داش زائد المربع هذا داش y داش المربع هذا هذا x z لا هذه هما الزوز اكس نور وهما الزوز اكس نور، لكن واحد يقدر يخليهم ولا كان تلاحظوا هنا شني في صندوق هدايا والصندوق هدايا هذا اكس اور في صندوق هدايا مع الحواشي اكس نور ثانية، لكن حتى لو خليتوها هيك مش مشكلة. ماهي تو نجو نرسمو الدارة متاعتنا. ماهي الدارة متاعتنا شن يخش لها؟ لا خلي يخش لها هنا x w x y z ويطلع a ب مش عارف تسدنا صبر ولا لا سي دي با. خلينا نشوفوا الاي اي عبارة عن شني. عندك اور كبيرة هكي خش وسطها ثلاثة اندات ايه مش هتسدها مهم باش تبدو ظابطين الفكرة بس. ما دبليو اكس وهنا قلنا دبليو اكس واي زد با هنا W X W Z مع تاني W Y ما كويس جولي بي بيش خشلها زوز خشلها اكس واي ما هنا اكس واي وهنا شو خاش داش زد داش خلينا نديرو هي جي تقول دبليو واي داش دير نفي هيكي زد داش ما والسي حتى هي فيها ثلاثة أند والدي ما بالنسبة للرسم يعني هل في حد عنده مشكلة في الرسم من ناحية ال مش ناحية حطان في ورقة يعني من ناحية الفكرة توصيل لخيوط و بالظبط فممكن واحد بعد ما يكمل الدارة متاعه يجرب مثلا ياخذ واحد من الانبوت هنا مثلا يدخل 0 0 1 1 عشان المفروض تطلع له 0 0 0 0 ما هي طبعا كيف تبدا عندها رسمه كامله ما خلينا نجو هنا مثلا هي 0 0 1 1 كيف تجي هنا صفر دبليو بصفر هذه تمشي بصفر وهذه بصفر وهذه بصفر هذه صفر كويس وهنا هذه بصفر مشت صفر صفر وهذه هي مشت طلعنا صفر نجو للسي صفر صفر هذه الزوز مشو بعتالي واحد واحد معناها صفر هذه مشت ودي صفر صفر هادو مزوز مشو واحد واحد هادي بواحد هادي بواحد علشان طلع الناتج متاعنا صحيح طبعا هادي حالة واحدة
ايوه غير مش واحد يتاكد بس. فتلاحظوا تو شني كوننا دارة شنو وظيفتها؟ تحول من الاكسس 3 ل 6 3 1 1 اي. وهذه دارة يعني واحد ممكن يستعملها، وفي نفس الوقت تو عندكم القدرة تصمموا من اي نظام ل اي نظام اخر. اي قديش مازال؟ تمام. لا إله